سندروم كفاكي. شو هاد؟ انا شفتك رح موت من الضحك. تعرف شو لازم نسوي هلا؟ انا بعرف، انا بدي نام. شو نام؟ لازم نروح نجيب صدورة هلا. لك ايه هلا؟ لكان بكره الصبح اذا حدا شافهم انه انفضح. ليش بعدنا هلا ما فضحنا؟ الخولي بتكون خبرت الكل. زيد عن جد عم بحكي، لازم نروح نجيبهم. وانا عم بحكي عن جد، روح قلب الجان النحاس، هن كمان بحبوا يطقطوا. لك بتعرف اذا دري ابوي شو بيساوي؟ بجن، يمكن نطق بمخه وياخذنا يحبسنا هيك طول الليل. اذا بتشنقني انا ما راح اروح. من تم انا وياك الصبح نروح منجيبهم ونرجع. فهم علي، انا بروح معك ماني خايف، بس المشكله انه اهلي بجوزي قلقوا علي، لازم اروح طمنهم. ابو حميد روح طمنهم ورجع. هلا ما حد فيك تروح لحالك. لك انا فيني روح لحالي، بس بتعرف شو خايف؟ من شو؟ خايف ملايين. ها يعني مين بده يشوفهم بهالليل وياخذهم؟ مرت عمي كيف صبتها؟ عفارم عليك يا بطل، بس لازم تتعلم تصيب عالطاير. عالطاير؟ شو رأيك طير لك هالحمامة وتصيبها؟ حمامة؟ لا ما بدي. ليش لا؟ شفقان عليها؟ الرجال لازم يكون قلبه قوي. بس حرام. لا مو حرام. هلأ إذا بدنا ناكل حمام شو منساوي؟ نذبحه. شفت؟ طيب السكين بتوجع أكتر ولا النبلة؟ ما بعرف، بس يمكن النبلة. الاثنين بيوجعوا، بس على القليلة بالنبلة الحمامة بتموت وهي طايرة. شو أبو جدعان؟ شو صار الموضوع؟ أنو موضوع؟ الموضوع شو بنا؟ لقيناه عند الأمير زعلانة ورايحة لعنده. الحمد لله. أبو جدعان عندي بالبلد في كم واحد أزعر بدي تقدم لي إياهم، يعني بدهم فركة إذن. بدك تشوف كايد بيك أو سليم؟ أنا مكلف بالشغل هون ومالي فاضي. إلا كان دير بالك على الشغل، أنا رايح. الله معك. بدك تصوب قدامها بشوي، مو عليها، قدامها بشبر، لأنه الحمامة بتكون مسرعة. طب أنت وعتيني تجيبي لي بارودة. إذا ما صبت الحمامة ما رح جيب البارودة. بس أنت وعتيني. وعدتك بس بشرط إنه يصير قلبك قوي وتصيبها. يلا ورجيني لشوف. يعني هذا الأجر إلنا؟ ما رح نعطيه لأبو يحيى؟ لا ما رح نعطيه إلنا، والحليبات كمان. والبقرة؟ البقرة لا، لأبو يحيى. طب ليش السنة الماضية عطيتوا العجلة الصغيرة؟ لو بعد عنا كان صار عنا عجل وعجلة. نحن أخذين البقرة على الربع، يعني من ربيهم ناخذ ربع الحليب وربع العجول، يعني كل 3 سنين والرابعة إلنا عجل إذا البقرة عشرت. وديش صار لعنا؟ صار لعنا 2، بس أبو يحيى الله يوفقه سمحنا السنة بالربع. سمعت بس ما فهمت. ابو رحمه. يا ابو رحمه تفضل. بعتينا رحمه على دار ابو محمد. خير، شو في عندهم اليوم؟ انا شو بيعرفني، يعني يا بدها تنقي عدس يا حمص. رحمه راحت مع ابوها، بس تجي بعتها. ام رحمه لا تخليها تتاخر. خير ان شاء الله. بخاطرك. مع السلامه. Thank you.
مالي ضد فعل الخير، بس اللي بده يتحسن بيتحسن على واحد معدم، على فقير، على مسكين، مو على بلد بحالة. إذا عملنا هيك منصير نحن بدنا مين يتحسن علينا. شو رأيكم يا بيك تقولوا له لسه البيدر بأوله؟ لا بدي أقول له ولا يقول لي، بتعتبروا الحكي كأنه ما صار وبترجعوا بتلموا الدينات، واللي ما بده يدفع تدعسوا على رقبته. اسمح لي بس لا تقلي انه ما بدي يفتح معركة مع ابي واخي. شوف عقاب، احنا ما فتحنا معهم معركة، هن اللي بلشوا. لا بس يعني اذا منخبرهم باللي بده يصير. هيك صح، تخبرون مو تشاورون. بعدين ابوك اذا بده يتحسن يتحسن من كيسه. انتو يا حسرتي بدكم مين يتحسن عليكم؟ شف لي هالفقير. احسن شيء نخلي المنادي يرجع ينادي. لا لا محمد، ما بدنا الناس تحس انه نحن مختلفين. خلص نبعت كام واحد بيخبروا الفلاحين والتحصيل عندك بالدار. مختصر الكلام بتعطوا مهلة، واللي ما بيدفع بهالمهلة بتتعسوه. ترجع اشتقت لها. لوين راحت؟ راحت على الخضرة. تجيب لي معها لعبة؟ يا امي خلاص خلاص، هي ما اكتر حكيك. خير؟ ليش عم صيح عليها؟ اهلين ابي، تعبتني هلكتني ما عم تخليني اعرف اهدى. كيفك اليوم؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله الحمد لله احسن. يلا جدو تعال فرجيك عالطير. صالحة، إذا إجا عقاب خليه يمر لعندي، قولي له أبوك بده إياك لخلاص ما عاد بحاجة لأبوه. ليش ما فهم لهلا؟ خلاص يا أبي. يحيى جوا؟ إيه جوا. عم يخبرني إن أبو محمد زعلان لأنه سمحنا الفلاحين بالدينات وإنه راح من الصبح على الخضرة. أنا خايف يعملونا من هالقصة مشكلة، يعني ناقصنا مشاكل. أنت ارتاح يا أبي، لا تشغل بالك بهيك أمور. يعني ناقصني شوف ولادي عم يتقاتلوا باخر العمر؟ كيف بدي ارتاح؟ ما رح يصير الا الخير. الله يسمع منك. يلا يا شباب يلا. عم طلقت مع أبوها، نحن هالسنة ما زرعنا ولا حبة، هو أبو رحمة كان مكسور، وإذا ما لقطنا شوية قمح منموت من الجوع. خس الجوع؟ شو تموتوا من الجوع؟ سلامة أبو رحمة وأم رحمة. السنة أمحاتكن علي، قدي رح طلقتوا؟ مد؟ مدين؟ من بكرة الصبح 10 تمداد قمح بيكون عندك، وصاع عدس وصاع حمص، وإذا ما أداكي تعالي قوليلي، أحسن من هالركض بهالشمس ورا الحصاد ما؟ يا ابني إذا ركضنا بالشمس أحسن ما نمد إيدنا لحدا. شو تمدوا إيدكم لحدا؟ هذا تعبكم على رقشبينكم. مشان هيك من بكرة الصبح تيجي أنت ورحمة، ولا قال لك خلي رحمة تيجي لحالها، مو مشان شي بس لأنه كتر البحلقة بالعدس بتزوغ النظر. ليش شبه نظري؟ هات أي وحدة تنقي وراي، وإذا بتلاقي شي بحصة بعطيك اللي بدك يا. سلامة نظرك أم رحمة، ما هاد قصدي، قصدي إنه كتر البحلقة بتوجع الراس ما؟ لا بيوجع الراس ولا شي، كل هدول أنا نقيتهم، وهات قدهم كمان لنقي لك ياهم. ماشي، بس بكرة رحمة أكيد بتيجي. ها شو صار معك؟ على حطة إيدك. ما سألت عنهم؟ ما خليت حدا إلا ما سألته. إيه؟ وعرفت لك كمان مين مر من هنيك من مبارح بالليل لليوم، كل واحد يطلع فيني شكل ويلي صدرين نحاس وكفكيرين. قلوا لك إيه مبارح الأولاد يعني كانوا عم يلعبوا فيهم. يعني ما حدا شافهم؟ ما حدا عارف عنهم شيء؟ واحد وحده قال لي انه شاف ام حسن داخلي على بيتها مع صدر نحاس.
اكيد هي، اكيد هي ملاقيتهم واخذتهم، لانه بتضلها بتحوس بالليالي. هيك قلتك؟ هيك قلتي. روح طير لعندها بسرعه. يلا أمك. راحت على دار أبو محمد. وشو في بدار أبو محمد؟ يمكن عم بينقوا حمص وعدس. وليش ما رحتي معه؟ ومين بده يطبخ لك؟ أمي كذبت على زيد، قالت له أني رحت معك، ما بدها تخليني أروح على دار أبو محمد. وليش؟ شو بيعرفني؟ شفت أنصاف بتسلم عليكي، وكانت مع أم حسن، تعرفيها؟ بسمع فيها. كانت عم تطق السنابل وبتحط بالكيس. عم يحصدوا؟ ايه، حصدوا للضحى، وبعدين ابو محمود وام محمود نزلوا، بقيت ام حسن والولاد، رجعت انا وياهم. عرفت انه العجل صار إلنا؟ ايه عرفت انه العجل صار إلك، ومن نسميه عجل رحمه، شو رايك؟ يا ريته عجله من شان الحليب. لك يا بنتي كتر خير الله، بكره منبيعه او مندكشه على بقره. رحمه، ليش امك ما خلتك تروحي على بيت ابو محمد؟ حسوني اشلالك ابويا؟ هذا الكيس امك بعثت لك اياه. امي؟ اي امك. شو هذا؟ ما اعرف، افتحه وشوف شنو بيه. زبيب؟ ايه زبيب، قال لازم تاكل منه مشان تصير قوي، تصير رجال. وقالت ترى ابوك ما مات، هي قالت. برمت الدنيا عليها وما لقيتها. دورت بين اغراضها؟ دورت وما لقيت شيء، بس انا هلا متاكد انهم عندها. جريت امبارح شفتها حاملتهم، قلت لي كمان ضلت طول الليل تدق عليهم وترقص. شفت؟ ما قلت لك؟ لمصيبه امي سالتني عنهم. شو قلت لها؟ تلبكت، قلت لها عن زيد. شو؟ بدك تقب وتختص وتجيبهم. محمد، هاي وحدة مجنونة، وين بدي دور عليها؟ يا حبيبي، مجنون زاد كلمة، عشر ظلم ما شلوها. لك شو رح تطير؟ بدها ترجع على البيت. تعرف؟ أنا بعرف وين بلاقيها. وين؟ على المزبلة، هي بتضل هنيك. ايه قوم طير بسرعة لكان، يلا. يلا. حسن. ايه يعطيك العافية. شو بدك يا ابن ذهبية؟ امبارح بالليل الاولاد ضيعونا سدرين نحاس و شفتيهم؟ هدول هني؟ ايه هدول مغطيه فيهم الخابة؟ اذا هدول خدول ويلا روح روح. ايه استنى، وانا بشو بدي غطي الخابة؟ ايه غطيها. هدول شوية عدس، وقال بكرة محمد ببعث لنا 10 تمدات قمح وصاع عدس وصاع حمص. وشو المناسبة؟ ولا صايرين عم يتباروا بالكرم، أبو يحيى من جهة وأبو محمد من جهة. عال الله يزيد ويبارك. أبو محمد ما له علاقة، محمد هو يلي بيبعته. محمد؟ إيه ليش محمد هو بيمون على شيء؟ بعدين ليش محمد؟ ليش مو أبوه أو أمه؟ آه؟ شو بيعرفني هو هيك؟ آه؟ أم رحمة، أنت مخبية شيء علي؟ امي رحمه، قومي عبي لنا مي قبل ما تضب العين، وسقي البقره بالاول. ايه مخبيه، يمكن محمد حاطط عينه على البنت. ها شفتي، ما فيك تخبي شيء على ابو رحمه. هيك لكان 10 تمداد قمح وصاع حمص وصاع عدس، هدول قديش بكفونا؟ مؤنة سنتين.
بقى ليش ليعطينا ياهن محمد ابن ابو محمد هيك هبه؟ المختصر المفيد ام رحمه، شو بده محمد؟ هو ما حكى بس لمح تلميح. شو يعني؟ شو قال؟ سال عن البنت، قلت له راحت طلقت مع ابوها، قام انتخى وزعل، يعني بده اياها تروح لعندهم. ليش هي ما عم تروح لعندهم؟ ما عم تعبي لهم مي؟ وبعدين ليش لتكذبي عليه؟ ليش لتقولي له راحت مع ابوها؟ في شيء احكيه. يا عمي هو عم يحوم حوالين البنت، انا حاسه بهالشيء، قلب الام دليله وما بشيل عينه عنا. بعدين اذا بده اياها يا اهلا وسهلا فيه، ليش نحن منقول لا؟ نعم منقول لا، منقول لا وستين لا. جماعه لهن من توبنا ولا نحن من توبهم. بس نحن مو قدهم يا ابو رحمه. ام رحمه محمد بده يضحك على البنت. هذول جماعه بيلعبوا ليشبعوا وبعدين بيتجوزوا من قماشتهم. ورحمه بعد طفله. بكره اذا بيبعت الغراض وانا مو هون ما بتفوتيهم، فهمتي؟ بس يا ابو رحمه ما في بس. خليه بلط البحر. شو يعني؟ بده يشترينا بعدساته وقمحاته؟ بس نحن عم نشتغل عندهم، يعني ما بدنا ناخذ تعبنا؟ ولك اجرتكم شيء وهدول شيء، اجرتكم مقابل تعبكم، بس هدول مقابل شو؟ لك صعيب مثل ما بيقولوا، على قد ما بيعطوا هالنسوان بياخذوا. طيب روق واسمعني، هلا اذا هالشاب بده هالبنت بتوافق؟ ابوه ما بيوافق. طيب اذا اجى ابوه طلبه بتوافق؟ معناتها انت مخبي شيء علي؟ لا لا، عم بقول اذا. اذا اجى وطلب ايد رحمه بوافق، بس لا رح يجي ولا رح يطلبها. هلا انت اهم شيء بتديري بالك على البنت. طيب مشان اغراض بكره شو؟ ما بتفوتيهم. لو كانوا من 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 ابو محمد، يعني كان الواحد بيعتبرهم هديه، بس هيك من محمد هذول بيصيروا انت بتعرفي شو؟ صدقه. خايف يزعلوا؟ اذا كانوا ناس محترمين ما رح بزعلوا، رح يحترمونا اكثر، صدقيني. اذا اخذناهم رح يصوتوا حيطنا ويستضعفونا. يلا يلا قومي حطينا اكل. كانه تاخرت رحمه. ايه وام حسن شو قالت لك؟ لا قالت لي ولا قلت لها. سالت عنهم قامت مسكتهم زتتهم قدامي، طلعت فيي وقلت لي خدهم وروح. بعد شوي فطنت وسالتني وانا بش بدي غطي الخابه، قلت لها غطيها بالسما، حملت حالي ومشيت. فوت حطهم جوا وروح على البير. يلا إذا اجت لعندك عصفورة وعششت هون بسقف المضافة بتقتلها ولا بتتركها تطير؟ الله يسامحك، شو قتلها؟ أنا مستعد طعمية هي وفراخها بإيدي هي لحتى يطيروا. هذا إذا قبلت. وإذا ما قبلت شو بتساوي؟ ساعتها تصطفيل تأكل لحالها. يعني ما بتأذيها؟ شو أذيها؟ إيه أنا بدوس على الوردة ما بأذيها. وأنا مثل هالعصفورة جيت لعندك لأحتمي فيك. لك ميت أهلا وسهلا فيكي أنت وكل عصافير الدنيا، بس يعني بدي أسألك، أنت مالك أب، مالك أخ، مالك حدا؟ ما في حدا إلا ما إله أب أو أم أو أخ، بس أنا هلأ ما قالي غير الله وأنت. لك أبشري، الصدر إليك والعتبة إلي، أنا رح أحميكي مثل رزقي ومالي وأهلي. طول عمرك ابن أصل. بفهم من حكيك إنه عندك مشكلة وما بدك تقولي ليها. رح يجي يوم وأحكي لك، بس أنا هلأ بعد مضيفتك. نارا، انت متجوزة شي؟ قلت لك الا ما يجي يوم واحكي لك. بس ان شاء الله ما يطول اليوم. شو بك في شي؟ قلت
اشتقت للدعاس اجي اطلع عليه. هلا بهالوقت اشتقت للدعاس؟ طمني، شفته؟ ريحت بالك؟ ايه شفته. امي؟ ها؟ هلا الخيل ما بتنام؟ بتنام، الخيل بتنام على الواقف. طب بتشوف بالليل؟ طبعا، بتشوف أكثر من بني آدم. تخيل لي منام إنه جاي ديب ياكله. ديب؟ فلال ولا فالك يا عمي، يلا تعال، تعال ننام يلا. شايف عم ترقصوا؟ لا بس كان في استراحة غدا اجمالا، يعني خلص وقت. ها هلا بده يرجع كله على شغله. يلا يا شباب لحظة، لا حدا يتحرك من ارضه، في كم كلمة بدنا نقلكم اياهم. يمكن كلياتكم سمعتوا بالمنادي اللي نادى بخصوص الدينات اللي بزمتكم لابو يحيى. حب خبركم انه هذا الكلام ما له اساس من الصحة، والله يصلحوا ابو مرداس فهم الموضوع غلط، مشان ما يضل بزمتكم شي من تحت رأس أبو مرداس. أنا بذاتي جاي أخبركم، أعزر من أنزر، ها؟ والحاضر بيعلم الغايب، مفهوم؟ في ناس سلقت وعملت برغل للمونة. برغل مناخد، حمص مفقوش مناخد، عدس مجروش مناخد، هي مو حجة. واللي ما عنده منين بده يجيب؟ بيدبر رأسه، ولازم تعرفوا ها؟ هاي الأوامر أوامر كايد بيك، وترى الحديدة حامية، ها؟ ويلي ما بيسد يلي بزمته بده يتبهدل. والطرش؟ والطرش والحبوب وميرة المي، يعني بكون تعتبروا كل شي سمعتوه من المنادي ما له أساس من الصحة. وهلأ كل واحد على شغله، تحرك انت وياه يلا. الحمد لله. بجيب لك كمان؟ لا شكرا شبعت. انت ابن مين؟ انا ابن سعيد الدكتور. حسن؟ ايه حسن. خليك عنا على الغدا. ما بقدر. تفضل. شو هاد؟ شوية قضامي. يسلموا ايديك. طب خليك عنا. يا ريت بقدر. ان شاء الله بكرة بيجي. السلام عليكم. مع السلامة. حسن، مين هاد يا حسن؟ ما بعرف. عزمته على الغداء؟ عزمته بس ما رضي. شايفتك مهموم، سمعت الأخبار؟ ايه سمعت. بزقة بزقوها ورجعوا لحسوها. اخس. اجا حدا منهم لعندك؟ ايه اجا، وقلت لهم إذا بدكم العجل فوتوا خدوه، بس 35 مد قمح منين نجيبهم؟ قام قال أبو منصور العجل هلأ مبنى، يا خليه لحتى يكبر شوي، بس القمحات لازم تدبروه تصطفلوا. أبو منصور؟ أبو منصور السراج؟ ايه. وشو دخله؟ ولك مو مكفينا ابو معدة وسليمان ومحمد؟ لك انا ما حدا قهرني غير محمد، اني مين قال له ينتخب ويدق على صدره ويقول خش الجوع؟
بكره بيكون عندكم 10 تمداد قمح وساعات الصاح حمص. صحيح، ما بعت لك يا ولا هلا؟ شو نسي يعني؟ اكيد معلوم نسي، مسكين الف شغله وشغله براسه. شو رايك تروحي هلا لعنده وتركعي قدامه على ركبتك وتقولي له يا بيك نسيت تبعت لنا العشر تمداد قمح؟ اصر بلحيه ابوه. ولك انا ما قلت لك الديب مهما طعميه بتضل عينه على الغابة، بده اياها وحدة بوحدة. تبعتي له رحمة بيبعت لك تمنها، فهمتي؟ فهمية بقى. لا لا موت يا اسبالي. المهم هلا منين بدنا ندبر له الدينات؟ انا قلت له اني رجلها كانت مكسورة وابو محمد رح يصبر علينا للسنة الجاي، بس ما في خواص. قال سليمان عام اول تحول. أنا شايف ما في غير إنك تنزلي بكرة تلاقطي معي، بركي منحسن نجمعهم. شو بدنا نجمع لنجمع؟ ليش الناس عم تخلي شي وراها؟ يلي عم تخلي ما بطعم العصافير. شو رأيك نروح نحصد سوا؟ أبو مرهج عم بيعطي على اليوم ساعة معه، بكرة بروح بحصد أنا وياك وبس تخلص رحمة بتروح معنا. بس خايف يكون مانو بحاجة. أنت شو بتخسر؟ روح اسأله. بتعرفي قديش زارع؟ عم بيقولوا أكتر من 50 مد. معناته عنا 10 أيام حصيدة على القليلة. 10 أيام؟ قول 20 يوم وقوي قلبك. يلا يلا قوم روح لعنده وقول يا رب. يا الله أخ يا رب. بيورطونا وبقولونا مسامحين، وتاني يوم بيطالبونا. اي والله عمرها ما صارت. قال شو ابو مرداس المنادي الله يصلحه فهم القصة غلط. اي بحد رقبتي انه المختلفين مع بعضهم. لك اخي مختلفين ولا متفقين يصطفلوا، المهم منين بدنا ندفع لهم؟ اي بزمتي يا ابو محمود اللي عندي ما بيكفموني للولاد. العوافي. الله يعافيك. الله يعافيك. شو ابي يوسف شايفك حامل كيسك، وين راي على كوارير أبو محمد؟ في مثل بيقول ما بيشبع بني آدم غير تراب. أنا ما أخذ هالكيس عبيه تراب. يا عمي أحسن شي نروح لعند كايل بيك، منشكل وفد ومنروح منقله، بلكي ما بيعرف باللي عم يصير. وليش نروح لعند كايل بيك؟ منروح لعند أبو يحيى متعب بيك. أبو يحيى طول عمره منيح معنا. ما حدا منيح معنا يا رجل. إذا عملوا للمي ميرة يعني شربت المي صار حقها 8 قمح. أنا قصدي نروح على رأس النبع، إذا كانوا مختلفين مثل ما عم يقولوا يا سيدي بيحلها كايد بيك. ما حدا بيحلها إلا الحلال. يا عمي فضحتنا بميرة هالمي، هي الشغلة واقفة عن 8 قمح بالسنة. عندك 8 قمح لأعطيك بدالها ولد من هالولاد؟ حاجتك بقى حاجة، قاطع إيده وعم يشحد عليها. كوايرك معباية هالأيام ما حدا بيسترجي عبي كوايرو، بس بيسترجي يطمر صرار القمح بأرض الدار. مين قصدك؟ قصدي أنت اللي عم تضرب الناس بحجارك. ليك على هالحكي ليك، اللي بيسمعه بيصدق، اللي فيه مسلة بتنخزه. لك خلص فكوا سيرة أنت وياه، ديناتكم منتوفين بالجوع، منين بتجيبوا هالقصاص؟ كمان ما انه مختلف مع حدا. لا مختلف، هو دائما لازم يكون ضد، دائما معارض، دائما بتساوي من الحب يبه. نزع العلاقة بيناتنا هون بالدار ونزع بيننا وبين ابن عمنا، مشان شو؟ مشان شغلات تافهة صغيرة ما لها معنى. دم الشباب حامي، بكرة بتكبر وتشوف انه هالدنيا ما فيها شيء غير هالشغلات الصغيرة. لا يا بي، هالدنيا فيها شغلات كبيرة كتير مندافع عنها ومنموت بسببها أحيانا. يعقوب مو أنا اللي نزعت العلاقة بيني وبينك، أنت اللي نزعت العلاقة، والسبب ابن عمك كايد. مو تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. يحيى الله يرضى عليك، طول بالك شوي. لا يا بي ما عاد يطول بالي،
المسألة كلها أني ما قبلت تكون مرابع عند ابن عمك كايد مثل ما كنت أنت. هي المسألة. هلأ أنا مرابع يا يحيى؟ إيه نعم أنت مرابع. شوف أنا هي الدار إذا ما كان لكيانة واستقلاليتها ما بقعد فيها ولا دقيقة. أنا بطلع بسكن بالصحراء مع الوحوش بكرامتي ولا بقبل ابن عمك يزلني. أحا سمعت يا أبي؟ شفت؟ إذا كنا متفقين مع ابن عمنا بنكون مرابعين عنده. ومين قال لك متفقين؟ الناس المحترمة مو هيك بتتفق. وكيف لازم يكون الاتفاق؟ ولك أنت ابن عمك تسترجي تخالفه بكلمة؟ تسترجي؟ لك ليش حتى خالفه إذا كان الرجال عم يشتغل مشان مصلحتنا؟ وإذا اشتغل ضد مصلحتك بتسترجي تقول له لا؟ ولك إذا أهان أبوك بتقدر بتهينه؟ ليش حتى هينه ويهيني؟ أنت ليش هيك عم تحكي يا يحيى؟ عقاب لا تعمل حالك مالك فهمان شو اللي عم بيصير. ما كل الناس بتعرف وساكتة. القصة معروفة أشكر خبر. أبوك لما أجا بده يتصدق على الفلاحين. يحيى الله يرضى عليك تركنا من هالقصة. القصة هي هي يا أبي ومثلها مثل كل القصص. ما في داعي نحط راسنا بالتراب مثل النعامة. إذا أنت ما بيطلع بإيدك تتصدق على فلاحينك بديونك إلا بأمر الأغا معناتها أنت مين؟ أنا كان لازم شاورته. الغلط غلطي. هلأ إيه؟ الغلط غلطك؟ إيه نعم هيك. معناتها أنا لازم أخرس. قوم روح لعنده يا بي. قوم روح لعنده وقل له يا كايد بيك لا تأخذني أنا. أنا لا تجاوز حدودك ها. شو صار بالخزان؟ فتحنا المية بيك والخزان صار جاهز وتعبى. عبيتوه للشفة؟ عفوا يا بيك أول مرة ما بصير نعبيه للشفة، المرة الثانية من عبيه لفوق. والخزان ما كان؟ طبعا يا بيك بيسع 1000 برميل. 1000 برميل؟ يعني بيكفي الخضرة والتل؟ يا بيك بيكفي الخضرة والتل وبزيد. مية التل مسكرة؟ طبعاً يا بيك طبعاً. أنا رحت بنفسي سكرت المي وجبت المفتاح معي. مفتاح المي تبع التل بتعطيه العقاب. مفتاح الخزان لأبو جدعان. أبو جدعان أنت من هلأ ورايح مسؤول عن الخزان. من قلك سكر بتسكر، من قلك افتح بفتح. صحيح يا بيك. يعني شغلتك من هلأ ورايح تحرس الخزان وتدير بالك عليه. صحيح يا بيك. ما بدي طير الطاير يهود من الخزان. بلكي شيء ابن حرام وصل له وحط فيه سم. تعرف شو بصير؟ بتموت البلد كلها. واذا ماتت البلد كلها انا بمين بدي اشتغل؟ صحيح يا بيك. بتعين 2 حراس كل سنة بتفضوا الخزان وبتغسلوا. حاضر يا بيك. صحيح يا بيك. شو فقتي؟ لا تنسي تاخدي معك البقرة والعجل عالشغل وبتسرحيهم حد النبعة. نزلينا بجوا. يا ربي خدوهم معكن إذا شافن أبو جدعان بيزعل. لا ما بيزعل. ليلة هدول أبو يحيى ما بيسترجي يحكي. وقلي له بكرة بس تخلصوا تمديد مي منصير بناخدهم. يلا خلصينا. يلا. يعني جامع بين الضوء والعتمة، بين المي والنار. أنا وين؟ بوشك، بعيونك. على فكرة عيونك حلوين كتير. بس بخوفوا ما؟ لا مو هيك. فيهم شي غريب. لما بتطلع فيهم بحس كأنهم مرسومين رسم. يخوفوا. فيهم قساوي ورعب. بس إذا اطلعت فيهم منيح وفتت لجواتهم بحس بالحنان والأمان. كايد أنت قادر تحب.
بس بتضل مستعجل. الحب ما بيصير إلا على نار هادية. لا، الحب مو هيك. الحب مثل الديب، مثل قذيفة المدفع، ما بتحسي إلا وبف انفجرت فيكي. الحب مثل الفخ، فجأة بيحس حاله الواحد إنه وقع فيه. هيك الرجال بيفهموا، بس هذا حرب مو حب. الحب ما فيه لا فخاخ ولا وحوش ولا مدافع ولا فيه واحد بياكل التاني. بالحب الواحد بيكمل التاني. طيب نارا، شو رأيك نكمل ديننا؟ يعني نتجوز؟ ايه نتجوز. والعرافة، نسيت شو حكيت لي عنها؟ لا ما نسيت. طيب نتجوز بدون ما نجيب ولاد. وشو الضمانة؟ بعدين ما بدك بالأول تعرف مين أنا؟ معقول تتجوز وحدة ما بتعرف عنها شي؟ كل الناس خير وبركة يا ستي. أنا مستعد أتجوز هيك حتى لو كنتي فلاحة. بس يمكن يكون ما بحل لك. حيرتيني نارا. لا بتحكي أنت مين ولا عم نقدر نساوي شي لحتى تحكي. أنت مين؟ أنا ضيفتك. يعني هو صحيح الضيف أسير المعزب، بس بقصتنا صار المعزب أسير الضيف. تخيلي نارا، أنا كايد الشامخ أسير ببيتي. بدك تطول بالك، كلها كم يوم وبتنحل. ما فيك تطول بالك كم يوم؟ كم يوم ولا كم سنة؟ هذا هو الحب، مثل الجمر. يعني لازم ننكوي فيه؟ طبعا لازم. إذا مو قادر وبتضايق مني بروح. لوين بدك تروحي؟ بلاد الله واسعة. لا يا نارا، ما في روحة. أنا أول ما شفتك حسيت كأني صلي عم بستناكي سنين. تعرفي حاسس جواتي مثل شنازير هوا ربطيني، لا عم بقدر شوفون ولا عم بقدر فكون. بس الجنازير ما بتربط للنورة. هديك جنازير الحديد، بس هي جنازير الهوى. أبو زيد الهلالي ما بيقدر يفكها. ومين هذا أبو زيد الهلالي؟ هذا خالي. حلوة. مرحبا رحمة. أهلين. شو خلصتوا شغل؟ ايه مطولين. ومبسوطة؟ يعني قال الخميس بتخلصوا. هيك قالوا بس ما بعرف. وانتي عم تزقيلهم مي؟ يسلم عليك محمد، قال لي بس تيجي لعندك رحمة لتعبي مي. سلم لي عليها. الله يسلمك ويسلمه. كيفه؟ منيح. وقال لي كمان إذا تعبانة بيعفيك من الشغل. ها؟ لا لا مرتاحة كتير. سلم لي على عليا. الله يسلمك خاطرك. مع السلامة. بليد، طول عمرك بدك تضل بليد يا أبو جدعان.
لأنك بليد راح أحطك بالمطبخ. بس قبل ما أحطك بالمطبخ راح أبعتك مشوار. إذا حصلت لوين هالمشوار بيكون بقيان فيك شوية خير. لوين يا حزرك؟ لعند الأمير يا بيك. أوقات بتصدف معك يا أبو جدعان. شلون عرفت؟ سمعتكن عم بتقولوا إنه بدكن تعزموا على فتح المي. بالأول بدنا نشاوره. بتروح لعنده وبتسأله إذا حابب يجي نعمل حفلة كبيرة، وإذا ما بده يجي منحل من قريبه. فهمت يا أبو جدعان؟ لا يمتى بده يضل صايبك مثل ما بيقول المثل، فاتح تمنه وراخي دنبه. بدي عد لك يا 10 مرات لتلقطا. يلا بتتيسر وخلال ساعة بتكون عندي. ويا ريت تقول له منفضل يوم الجمعة. حاضر يا بيك. أبو جدعان. نعم يا بيك. طريقك بتسلم لي على أختي نور. قلك هيد اشتالك. اشتالك كتير. حاضر يا بيك. يعني بتطلع لك بالسنة شي 30 مد قمح من كل بيت ربعية، ونحن كمان بنعطيك. شو قلت؟ أنا تحت أمرك يا بيك. عظيم. سكر المي بضل عندي هون بالدار، وكل يوم الصبح بتاخده وبتعبي المي بالدور مثل البير، وعنده غياب الشمس بتعبي الحوض مي وبتجيب لي السكر، وإذا احتجنا مي بتعبي لنا. شغلة كتير بسيطة. اتفقنا؟ اتفقنا يا بيك. الله معك. يلا يا أم رحمة خلصينا. يلا جاي. سيدي مع مين؟ مع بيت ابو مريج. حلال عليك، امشي معاه تنجهز حالك.